بعد الشلل الذي لحق المطارات الفرنسية ليومين متتاليين مع أضراب المراقبين الجويين، انتقلت حركة الاحتجاجات إلى النقل البري، وهذه المرة إلى القطارات مع إعلان موظفي الشركة الوطنية لسكك الحديد بفرنسا. حركة احتجاجية بدأت منتصف ليل الأربعاء ومن المتوقع أنه تنتهي صباح الجمعة. 70% من الرحلات ألغيت على كامل الأراضي الفرنسية، وآلاف المسافرين وجدوا أنفسهم عالقين في محطات القطار لإيجاد من يسيسر أمورهم، معتبرين أنهم يدفعون ثمن سياسات أوروبية خاطئة وحركة نقابية احتجاجية تطال خدمات هي حق كمواطنين. وفي اليونان اعتصم أكثر من 10,000 شخص أمام مقر التلفزيون اليوناني الرسمي دعما للموظفين المطرودين الذين استمروا في احتلال المبنى والبث متحدين الحكومة التي قررت طردهم جماعيا وإقفال المحطة. وكانت مختلف الحركات النقابية، أعلنت الأضراب العام احتجاجا على إقفال محطة ERT، بينما قامت بعض الأحزاب اليسارية بالطلب من البرلمان اليوناني إلغاء قرار الإقفال، قرار قد يؤدي مع تفاقم الأمور إلى أزمة تسقط الحكومة اليونانية.